هذا وقد ذكرت مصادر فلسطينية بأن 15 شخصا قتلوا في مدينة خان يونس ومحيطها جنوبي القطاع في ظل استمرار القصف الإسرائيلي. من جهة أخرى أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي من لواء جفعاتي متأثرا بجراحه بعد أن أصيب خلال المعارك جنوبي القطاع. معنا من دير البلح وسط القطاع محمود عليان ليعطينا تفاصيل أكثر حول الحصيلة وما يجري أيضا فيما يتعلق بالشق الصحي والإنساني. فضيلة، بالحقيقة الحصيلة ترتفع شيئا فشيئا مع استمرار الغارات الإسرائيلية تحديدا على منطقة خان يونس. الطائرات الإسرائيلية أغارت على منزل وسط المدينة وهناك أعداد من الضحايا، إضافة إلى 17 فلسطينيا قتلوا منذ ساعات الصباح، وبالتالي هذه الحصيلة غير مستقرة باستمرار هذه الغارات على مناطق الغرب حيث قرب خيام النازحين، مناطق الوسط الآن، واستمرار العملية بالزخم الأقوى في مناطق شرق خان يونس حيث هناك الاشتباكات القوية جدا في منطقة بني سهيلة، والجيش الإسرائيلي يقوم بعملية نسف عدد كبير من المنازل في هذه المنطقة وكذلك في مناطق إخزاعة وهي الأقرب إلى الحدود، وهذا يفهم منه بأنه عمليا توسيع للمنطقة العازلة التي يسعى الجيش الإسرائيلي لاقتطاعها بعمق كيلومتر تقريبا على طول الحدود مع قطاع غزة لكي تصبح منطقة مكشوفة أمنيا بالنسبة للجيش الإسرائيلي، سيكون أسهل مراقبتها من وجود هذه الكثافة السكانية فيها كما السابق. لكن بكل الأحوال أيضا هناك مشهد آخر في منطقة تل الهواء، أعداد الضحايا أيضا ترتفع، فلسطيني آخر قتل بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة الصبرة القريبة من تل الهواء حيث الاشتباكات أيضا هناك مع الجيش الإسرائيلي، والتقدم للدبابات ليس إلى العمق الذي كان قبل أكثر من أسبوع ولكن على الأقل هو ليس انسحاب كامل باتجاه محور نتسريم. أعداد الضحايا وصلت إلى 6 أيضا في مدينة غزة، ما بينهم الغارات المتفرقة والوضع الذي يزداد تأزما على مستوى القطاع الصحي الذي يتهدده أكثر من تحد أو أكثر من مشكلة، من بينها إمدادات الوقود التي لا تصل بالشكل الكافي وتؤثر على عمل حركة سيارات الإسعاف وكذلك تشغيل مولدات المشفى، بالإضافة أيضا إلى الحالات العديدة التي تصل إلى المستشفيات وبالعادة لا تجد لها أماكن، وبالتالي جزء كبير منها يتم استقباله أحيانا في هذه الساحات الخارجية أو في الخيام التي تم نصبها. المستشفيات الميدانية أيضا قدرتها محدودة على استيعاب أعداد كبيرة من الجرحى، يتم تحويلهم عادة من المناطق الساخنة مثل خان يونس إلى مناطق الوسط والعكس في حال كانت العمليات في مناطق الوسط، وبالتالي هذا يستنزف عادة القطاع الصحي ويتطلب دائما إمداد سريع لهذا القطاع بالمستلزمات الطبية العاجلة التي تعينه وأيضا بالوقود اللازم لتشغيل أقسامه.